مشاهدينا متابعينا الكرام، تتواصل الانطلاقات والتحديات على أرضية هذا الميدان، حيث أعلنت انطلاقة شوطنا العشرين الذي يحمل منافساتي وانطلاقاتي أيضا فئة الحقائق، وشوط الختام الذي يحمل المنافسات الكبيرة ويحمل التحديات المميزة ومنافسات الحقائق وانطلاقات الحقائق. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين في هذا الشوط المميز، وأيضا من يقدم الأسماء المتميزة والشعارات الكبيرة والرائعة. مباشرة مع المركز الأول، مباشرة مع المركز الأول مع الصدارة، ليجد ايضا رياده يقدم لنا رياده مع المركز الاول حمود بن سليمان بن حمد القنوبي، من يتقدم على المركز الاول. المركز الثاني الوصول من ندى شيب بن جعفر بن سهيل بن مرخان الكتبي يقدمها على المركز الثاني. المركز الثالث الوصول والقدوم بهذه اللحظات من قبل ايضا السالميه يروان بن راشد بن كشيم الشامسي يتقدم بهذه اللحظات. المركز الرابع الوصول من غارة عبد الله بن سعيد بن علي الكتبي يقدم لنا غارة، أيضا الوصول والقدوم من قبل أيضا ضبا سعيد سالم بن سعيد بن سالم البثرة الخاطري يتقدم بهذه اللحظات، وبالانطلاق المتميز أيضا الوصول من طيف علي بن عبد الله بن سعيد الجابري يتقدم بهذه اللحظات بهذا الانطلاق المتميز الكبير. أيضا الأسامي قادمة أيضا والشعارات متميزة بهذا الانطلاق الرائع. هيا أيضا شواهين سعيد بن محمد بن سالم بن خليفة الكتبي يأتي بهذه اللحظات ليقدم لنا شعاره الكبير والاسم المميز، والقدوم أيضا من قبل الزود حمد بن سيف بن عبد الله الكتبي يتقدم مع الزود، والقادمة أيضا اللي هي وقى سالم بن عامر بن حمود البادي. هذه الأسماء الكبيرة وهذه الشعارات المتميزة الواصلة والمتواصلة والباحثة عن الفوز والانتصار، لكن البداية والرقص الجميل مع المركز الأول. الله يا سهم عامر بن حمد بن عامر العمري يقدم لنا سهم، ولكن ما سلمت ندى سيف بن جعفر بن مرخان يقدم لنا انطلاقة الاسم الكبير مع ندى سيف بن جعفر بن مرخان الكتبي يتقدم مع المسار الأول، يتقدم مع المسار الأول في هذا التحدي الكبير وفي هذا التحدي الرائع الذي يأتي مع الأسماء الكبيرة، الذي يأتي مع الأسماء المميزة والرائعة. المركز الثالث شوف القادمة بهذه اللحظات بهذا المسار المميز بهذا الانطلاق الرائع وبهذا الاندفاع. هيا غارة 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 عبد الله بن سعيد بن علي الكتبي يقدم لنا غارة، والقادمة شواهين سعيد بن محمد بن سالم بن خليفة الكتبي يتقدم بهذه اللحظات على المركز الرابع. والمركز الخامس الوصول والقدوم من قبل القادمة وصايف صالح بن جابر بن صالح العامري يقدم وصايف، ووصل المخمري وصل مع انطلاقة ريام عبد الله بن سعيد بن مصبح المخمري قادم بهذه اللحظات. الأسامي كبيرة والتحديات قادمة في هذا الشوط المميز الذي يأتي مع الأسماء المميزة والكبيرة في هذا التحدي رائع، ولكن اللحظات التي تفصلنا عن الفوز والانتصار، اللحظات التي تفصلنا عن ناموس هذا الشوط. يا راعي سهم عامر بن حمد بن عامر من يتقدم على المركز الأول، ولكن بن جعفر واصل مع انطلاقة أيضا. هيا ريام القادمة أو ندى سيف بن جعفر بن سهيل بن مرخان يتقدم بهذه اللحظات. وين الناموس؟ وين الناموس؟ حاير والفوز حاير، ولكن 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 هنا البداية روحت اللي هي سهم 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 انطلقت بالمسار الأول. يا راعي سهم ما شاء الله عليها، عصاها في بطانها
ما كلمها لكن عامر بن حمد بن عامر العامري اطلق لها العنان. روح 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 الى الفوز والانتصار. وصلت الى سامي شواهين. سعيد بن محمد بن سالم بخليفة الكتبي يقدم شواهين باللحظات الاخيره والقادمة أيضا. وصلت القادمة بهذه اللحظات. وصلت فرحة والقادمة أيضا باللحظات المميزة هي القادمة بهذا المسار. القادمة الضبية علي بن مسفر الخيالي وفرحة سالم بن راشد بن عسان المنصوري يقدم لنا فرحة بالأمتار الأخيرة بن مسفر. وين الناموس بن عطشان اللحظات الأخيرة فرحة وبن مسفر. ولكن تمت الفرحة فرحة سالم بن راشد بن عطشان المنصوري. سلام بو راشد سلام. مشكور حمد بن راشد بالعامري الاكتبي. مشكور سالم بن راشد بن عطشان المنصوري. سلام يا غياثي سلام. ومشكور يا بو راشد مشكور حمد بن راشد بالعامري. المركز الثاني 44 العلي بن مسفر لخيالي. المركز الثالث ايضا تهانينا والناموس للجميع الفائزين. مشكور بو راشد سالم بن راشد بن عطشان المنصوري. يا بو راشد التوقيت زمن 6 دقائق وايضا 16 ثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. تهانينا والناموس للجميع. نصل الى ختام سباق هذا اليوم. شكرا لمدير هذا الميدان مايد بن ثاني بن بليش الفلاسي القائم على ارضية هذا الميدان على كل كبيرة وصغيرة. وشكرا لجميع اللجان القائمة على ارضية هذا الميدان. تهانينا والناموس للجميع. وتهانينا والناموس لجميع الفائزين. تحيات الزميل سالم بن ركاب العليني وتحياتي انا نايف الزرعي. لا نقول وداعا بل الى لقاء اخر باذن الله.